بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لرجال الإعلام اللي عطوني فرصة بعد هذا المرض اللي فوت فيه تقريبا مدة ديال شهرين، ولا زلت فيه فترة ديال النقاهة، ولكن رغم ذلك خصني نجاوب لأنه كما قلت داو الاسم ديالي عدة مرات وما كانتش عندي الفرصة باش نجاوب. إلا قدينا نرجعوا السي أحمد للماضي، رجعوا شوية للتاريخ. هذه الشركة اللي كنت ذكروا عليها كانت تخلقات في السنوات ديال 1992 93 94، كانت خلقات الزوجة ديالي مع واحد السيد اللي معها كان في الشركة ديالهم. هي عندها 90% وهذاك المسير الحالي عنده 10%. من الفترة ملي كانت هي مسيرة في سنوات 1994 حتى 2006 كانت أحسن شركة اللي موجودة على الصعيد المحلي. كانت لا من ناحية المردودية ولا من ناحية الإنتاجية ولا من ناحية ديال التنظيم ديال العمال. في 2006 الزوجة ديالي قاسها مرض، التجأت إلى باريس في المستشفى اللي بقات فيه منذ سبعة سنوات. في 2013 توفت المرحومة الله يرحمها. في هذه الفترة هذه من 2006 حتى 2021 ما يزيد على 15 سنة كان واحد مسير. أنا ما فهمتش علاش كتطرح السؤال. الوثائق كلها كتقول وكتضبط ووثائق موجودة بأنه المسير الحالي هو اللي سير الشركة منذ 15 سنة. أنا لا علاقة لي بهذه الشركة، ما أنا مساهم ولا أنا مسير. ما عنديش الحق نمشي للبنكة ونمضي، ما عنديش الحق ناخذ صفقات، أنا بعيد على هذه الشركة هذه يعني. وفي هذا السيد في هذه الفترة هذه كان كيسير بطريقته بدون مراقبة بدون محسوبية، ولكن كان كيتقاضى الأجرة ديالو في كل شهر، هذه معروفة والوثائق تضبط ذلك. نرجعوا علاش هذه الفترة هذه بالذات. أنا بكل صدق ما فهمتش، ما عرفتش علاش الشركة غادية وجات في فترة الانتخابات ديال الغرف المهنية والجماعات المحلية وقاح الضجيج. لصالح من؟ شكون اللي وراءه؟ ما عرفتوش. حتى نكذب عليكم إلا قلت لكم شكون اللي وراءه. كاين بعض المجموعة، كاين بعض الأفكار، ولكن اللي ناضوا بهذا الجاك كياخذوني هلال أحمد، ولا لا علاقة لي بهذا المعمل هذا. قانونيا وعمليا لا علاقة لي به، لأنه المسير راه في السجل التجاري، راه في المحكمة التجارية، اللي عنده في الأبناك اللي عنده الإمضاء هو المسير، وعنده حتى شي واحد آخر ما يقدر يمضي بلاصتو ولا يمثلو. أنا المبدأ ديالي ماشي اليوم أنا في الصناعة، عندنا معامل وشرفت على عدة معامل. العامل خدم نهار خصو يتخلص فيه، خدم شهر خصو يتخلص فيه، ولكن أنا الأسباب اللي دفعته ماشي توقفوا على العمل، هذاك شيء آخر ما عارفوش أنا. ولكن الأجير لابد يقبض الأجرة ديالو ويقبض الحقوق ديالو اللي عطيهم الدولة. بداية لما كملت الانتخابات ديال الغرف المهنية في الفترة الأولى جاني واحد المرض هو الكوفيد 19، وكان من أخطر المرض اللي فوتو. تقريبا شهرين وأنا في الفراش ما كنتحركش، كنت ما بين الموت وما بين الحياة. وربي الحمد لله كان مهني الناس اللي كانوا معايا بجنبي، ومنهم الزوجه ديالي اللي كانت حدايا قابلتني، وكنشكر جميع الاطباء اللي كانوا بجنبي وجميع الممرضين اللي كانوا يوميا صباح وعشاء قابليني في الدار وحصلت اليوم. وما كانش عندي الحق الرد، كانت حتى الزوجه ديالي ولا الاصدقاء اللي كيجيو لي جاي كيقولوا لي هاد الملفات وهاد التشهير اللي وقع عندي في الشارع وفي فتره انتخابيه ديال الجماعات المحليه. انا في الحقيقه حطوني في واحد الموقف ماشي موقع ديالي. انا معروف على مدينه مكناس، كانت عندي اكثر من 16000 عامل في مدينه مكناس من قبل، سيرت عده مقاولات، عندنا مازال مقاولات اللي خدامين. جات هذه المقاوله الصغيره ما عرفتش النيه المبيته علاش خرجوا هاد الناس وشكون هو الدافع اللي دفعهم. كذلك ماشي غير المجلس، مشاو للشوارع وكيسبوا بانه هنا القتل، بانه هنا السرق، بعض المواصفات اللي لا اخلاقيه. انا في هذا الملف هذا
انا ماشي من الاخلاق ديالي نمشي نهضر مع شي واحد ونتكلم عليه. اللي عنده الحق ديالو غيتبع المحكمه، كما انا عندي حقوق ديالي، حطيت ملف في القضاء ضد التشهير ديال الناس اللي شهروا، منهم بعض العمال ومنهم بعض القنوات اللي تاخذوا هذا الملف. لا مازال حتى لحد الان مازال في فتره النقاهه. انا عندي واجب وطني، انا عندي الانتخابات خصني كننتخب دائما لانه واجب وطني. كانت في افتتاح الدوره خصني نحضر ونعرف شنو كاين. انا بعد هذه المشاكل اللي مهمه جدا واللي كتمتو، التجئ الى القضاء، واللي عنده شي حساب معايا ولا عنده شي حاجه كذلك يلتحق بالقضاء، والقضاء سيد القرار. انا مواجهه انا ما عندي حتى شي مشكل في المواجهه، لانه ليست عندي اي مسؤوليه في المعمل، والوثائق تثبت ذلك. انا اللي عندي الا عند كاين شي حاجه يمشيو للقضاء ولا يحكم عليا القضاء باش نعطي شي حاجه نعطي، ولكن ما عنديش. ماشي غدا انت سي احمد نلقاك في الشارع نقول لك اجي دخل لهذه الشركه راه عندك اجي سام، ما يمكنش. ماشي غير اللي كان ريحه الشحمه في الشقور اجي ندخل هنا ودخل هنا، ما يمكنش. كاين وسائل مثبوته والمسير معروف، والمسير عنده وثائق خصو يتحمل المسؤوليه ديالو. اتمنى لجميع المغاربه والناس ديال العالم كلهم باش يحذوا راسهم من هذا المرض الخطير اللي فوت فيه 6 شهور وانا في الفراش، وكنتمنى ان شاء الله باش ناخذوا جميع الاحتياطات باش هذا كوفيد 19 ما يبقاش عندنا هذا الوباء.